هاي تتمتع الأهرامات بشكل فريد وبتاريخ عريق، وهي أشكال معمارية بتتواجد بجميع أنحاء العالم. مع أنه الأهرامات الموجودة بمصر تتمتع بشهرة كبيرة، إلا أنه الصومال هي البلد يلي بيضم أكبر عدد من الأهرامات، بيوصل ل 350، بينما عدد أهرامات مصر يقدر بال 150. هرم تشولولا العظيم أو هرم خولولا الكبير بالمكسيك هو الهرم الأكبر بالعالم من ناحية الحجم، بيبلغ ارتفاعه حوالي 55 متر، بتغطي قاعدته حوالي 200 ألف متر مربع، وبيبلغ حجمه الإجمالي 4.45 مليون متر مكعب. الهرم الأطول بالعالم هو هرم الجيزة مع 146 متر، واستغرق بناؤه بين 10 إلى 25 سنة، انتهى سنة 2560 قبل الميلاد. مين قال إنه هالهرم هو العجيبة الوحيدة من عجائب الدنيا السبعة الأصلية يلي بعده موجود اليوم؟ أنا قال. بشوفكم بكرة.